Grade 6 math unit 1 lesson 1. كنت بعمل comparing between ال 50 وال 100، وكنت ممكن اقدر اكتبها في شكل ايه؟ fraction 50 over 100، واقدر اعمل لها simplifying. اول 50 divide over 100 0 مع 0 يتبقى لي 5 over 10، واقدر اعمل ليها simplify كمان اللي هو 1 over 2. دي الريشيو، بكتب اي 2 نمبر في الشكل ده 50 to 100 او اكتبهم في شكل fraction. ماشي، ممكن اقول مثلا my age 35 واخويا مثلا ال age بتاعه 20. هنا انا عملت comparing between my age and my brother age، اقدر اكتبهم في شكل ده او اقدر اكتبهم في شكل fraction 35 over 20، ولازم اعمل لهم simplify. 35 divided 5 equal 7 و 20 divided 5 equal 4. دي كانت الريشيو باختصار. ماشي، اول واحد ده بنسميه the first term، والتاني ده اسمه the second term. الترتيب مهم جدا، لان 7 over 4 مش هي 4 over 7، تختلف. خدنا بعض البروبرتيز، قلنا اول بروبرتي ان الريشيو دي زيها زي الفراكشن بالظبط، لازم اعمل لها ريدكشن وسمبليفاينج. وتاني حاجه ان الريشيو دي لازم تكون هول نمبر، يعني لو انا عندي ديسيمال نمبر كده قال لا ما ينفعش، لازم تخليها هول نمبر. يعني ايه هول نمبر؟ يعني 1 2 3 4 5 6 وهكذا، ما ينفعش تكون ديسيمال او فراكشن. طب لو هي ديسيمال كنت بتصرف فيها ازاي؟ فاكر يا يزيد؟ بتقول يا مستر لو هي ديسيمال كده 1.5، فاكر كنت بظبطها ازاي اخليها هول نمبر ازاي؟ بعمل لها ملتبلاي كام؟ 10. ليه؟ اشمعنى 10؟ عشان الديسيمال بوينت عشان بعد 1 نمبر، فعشان كده انا محتاج 10، وهنا برضو بعد 1 نمبر، يبقى هنا 10 وهنا 10 زي بعض، يبقى دي هتبقى 15 تو 15 35 تو 36، واعمل لهم سمبليفاي 15 ديفايدد 3 5 و 36 ديفايدد 3 12. طيب 0.4 و 0.16 هنعملهم مالتبلاي 10. طب ده مالتبلاي 10، طب هنا بعد 2 نمبر دوت المفروض يبقى مالتبلاي 100. برافو عليك، وزي ما عملت الناحية دي اعمل الناحية التانية برضه ملتبلاي 100، دي هتديني 40 ودي هتديني 16، بعدين اعمل لهم سمبليفاي ديفايدد 4، دي 10 ودي 4، ارجع تاني اعمل لهم ديفايدد 2. هو اللي جبنا ال 40 0.4 ملتبلاي 100 ايكوال 40. مقتنع ولا اعملها بالكالكوليتر قدامك ولا تعمليها انت؟ يا مريم فاهمها؟ ماشي اعملها بالكالكوليتر. ماشي اعملها. زيرو بوينت فور ملتبلاي 100 ايكوال تديني 40. ماشي، بعدين عملت لها سمبليفاي 40 تو 16، ممكن اعمل ديفايدد 8 على طول تديني 5 تو 2. طب 1.4 تو 42، مريم اسامه اعملها ازاي؟ مريم أسامة yes أحلها إزاي؟ عاوز أعمل converting from decimal to whole number times 10 times 10. برافو عليك. طب و 42 أعملها times كام؟ 10
10 برافو عليك، مع انها مش محتاجه بس زي ما عملت هنا اعمل هنا. 1.4 ملتبلاي 10 هتديني 14. اكسلنت. و 42 ملتبلاي 10 هتديني 420. ماشي. اعمل لهم ديفايدد بقى 14 ديفايدد 2 مثلا او ديفايدد 7 تديني 2، و 42 ديفايدد 7 يعني 6، والزيرو تنزل، وبعدين ديفايدد 2 تاني 1 2 30. اخر واحده مريم خالد، نعملها ازاي دي؟3.15 و 6.3 هتبقى بال 100 ملتبلاي 100 3.15 يبقى دي ملتبلاي 100 ودي برضه 315. ممتاز. و6.3 كام؟ equal 630. بعدين اعمل simplify، ابتديها بكام؟ divided 5 2. اول واحدة هتبقى كام؟ نعملها divided 5. 31 divided 5 6 ويتبقى 1، 15 divided 5 3، ودي 6 divided 5 1 يتبقى 1، 13 divided 5 ب 2 يتبقى 3، 30 divided 5 ب 6 يبقى 63 to 126. وارجع ممكن تعيدها عشان انت قلتي دي هتبقى 315 2630. أنا عايز أعمل لها simplify، فواضح إن أنا هعمل divided 5. في طريقتين، يا إما أعمل بالكالكوليتر أو أعمل بإيدي. لو أنا عايز أشتغل بإيدي ببتدي من على الشمال. إحنا ليه عملنا؟ طب إحنا ليه عملنا divided 5؟ آه عملنا هنا divided 5 لأن دي أولها 5 ودي أولها 0، يبقى ينفع أعمل لهم الاثنين divided 5. ابتدي من على الشمال 3 divided 5 ما تنفعش، احط 0 واخد الاثنين دول 31 divided 5 ب 6 لان اقرب حاجه ليها 30. طب دي مش 30 دي 31، يبقى هيتبقى 1 احطه جنب ال 15 كده، يبقى 15 divided 5 equal 3. 630 divided 5 ابتدي بال 6 من على الشمال، 6 divided 5 ما تنفعش، يبقى 5 divided 5 تنفع ب 1. طب دي مش 5 ده 6 يعني زياده 1، يتبقى 13. 13 divided 5 ما تنفعش، افضل اقلل لحد ما تبقى 10. 10 divided 5 ب 2. طب دي 13 يعني بقى 3. 30 divided 5 equal 6. ماشي، دي طريقة الديفيجن، ببتدي من على الشمال وهكذا، أو أعملها بالكالكوليتر على طول. 63 126 ممكن أعملهم الاثنين divided 9 أو divided 7 الأول. 63 divided 7 هتديني هنا 9. 126 divided 7، 12 divided 7 1 يتبقى هنا 5. 56 divided 7 ب 8، اعملهم divided 9 الاثنين يبقى 1 to 2. دي طريقه simplifying. في حد طبعا بيستخدم الكالكوليتر على طول. يوم عامل 315 divided 630 equal تطلعها له 1 over 2 على طول. ماشي كده؟ طيب لو هو فراكشن هتصرف ازاي؟ احنا قلنا لو ديسيمال نمبر هعمل ايه؟ اعمل ملتبلاي 10 او 100 كده يعني. طب لو هو فراكشن في طريقه سهله شويه، بعمل كروس
اعمل 4 ملتبلاي 5 واكتب الانسر كام 20 و7 ملتبلاي 3 21 يبقى 20 2 21. دي مفهومه ولا فيها مشكله؟ لا مفهومه. طب انا ممكن احل السي سي دي؟ ايوه ماشي، بس هتقابلني هنا مشكلة إن في 2 and quarter هتحتاج تخليها improper fraction. تعرفي؟ هنعملها 4 by 2 equal 8 و 8 plus 1 equal 9 هتبقى 4 over 9. هنعمل لها cross هتبقى 3 multiply 4 equal 12 و 8 multiply 9 equal 72. ممتازة صح. بعدين اعمل simplify. ماشي 12 2 72. 12 divided 12 ب 1 72 divided 12 ب 6 او قلنا بالكالكوليتر. ماشي اقول له 12 divided 72 هيطلعها لي 1 over 6. هيطلعها 1 over 6. ماشي تتحل على طول. طيب مريم أسامة اتفضلي. three times 1 equal 3 plus 2 equal 5. يبقى 5 فوق 5 over 3. صح. 2 times 2 equal 4 plus 1 equal 5. 5 over 2 وأعمل كروس. 2 times 5 10 3 times 5 15. ممتاز. إذا 10 2 15 أعملها 10 divided 15 يبقى 2 to 3. ماشي أو أعملها divided 5 هنا وهنا. ماشي يزيد جاهز؟ جاهز. دي فراكشن مع ديسيمال، ايه رايك تحول فراكشن لديسيمال ولا الديسيمال تحول لفراكشن؟ لا احول فراكشن لديسيمال. ماشي 1 اند كوارتر دي عايز احولها لديسيمال تبقى كام؟ هنعمل 1 ملتبلاي 4 تطلع 4 هنعمل لها بلس ال 1 وتطلع 5 5 اوفر 1 قصدي 1 over 5 5 over 4 بقى. ماشي بعدين عايز احولها لفراكشن لديسيمال اعمل ايه؟ ممكن عن طريق الكالكوليتر يعني اقول له 5 divided 4 equal واقول له حولها من ستاندرد تو ديسيمال هيقول لك 1.25. ماشي 1.25. ماشي 2 دي زي ما هي 1.75. بعدين اعمل بقى زي زمان اعمل ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 100 وملتبلاي 100. صح كده دي 125 ودي 175. الدنيا هتكون 1 هنا اعمل له 125 divided 100 هتطلع 1 over 4. ازاي 1 over 4؟ طلعت 5 over 7. ماشي يبقى 5 to 7 سهلة كده. ماشي يبقى دي الأفكار بتاعت أول درس. هيفكرك بحاجة كده كنا خدناها زمان البريمتر اوف سكوير سايد ملتبلاي 4. طب اريا اوف سكوير سايد ملتبلاي سايد the perimeter of rectangle length plus width multiply 2 area of rectangle length multiply width circumference of the circle 2 by r. حد ناسي دول ولا كلكم فاكرين؟ انا هكتبها. طيب ماشي ممكن تاخد سكرين شوت لو تحب.
ناخد سكرين شوت ولا بتنقليه؟ ممكن خلاص، ممكن تاخدها سكرين شوت وتبعتها جروب. ايوه حاضر ماشي. طيب بعد كده بيقول لي التيبل ده برضو مهم جدا لان ده بيجي اكمل كتير. اخدت سكرين شوت كمان. يجي يقول لي مثلا the ratio between the side length of the square and its perimeter. فاقول له ايه؟ اقول له the ratio between the side length، السايد في الاول، طب البريمتر بتاع السكوير كام؟ قدو 4 تايمز، يبقى السايد ده 1 2 والبريمتر كام؟ 4. طيب لو هو جاب لي البريمتر في الاول اقول له 4 تو 1، يبقى على حسب، وقال لي السايد في الاول والبريمتر في الاخر يبقى اقول له 1 تو 4. لو قال لي بريمتر في الاول وسايد في الاخر يبقى 4 تو 1، ماشي كده؟ اللي بعد كده بيقول لي the ratio between the side length of the equilateral triangle and its perimeter. ده triangle. طيب التريانجل دوت والبريمتر بتاعته، قلنا لو قال لي السايد في الاول يبقى 1، طب التريانجل كام واحد؟ 3، يبقى البريمتر بتاعته في الاخر 3، يبقى 1 تو 3. لو هو عكس يبقى 3 تو 1 كده. طيب the ratio between the diameter length of the circle and its circumference، برضه قال لي الديامتر في الاول وcircumference يبقى 1 تو باي. طيب لو قال لي الراديوس والcircumference يبقى 1 تو 2 باي، يبقى ده الديامتر يبقى 1 تو باي، راديوس يبقى 1 تو 2 باي، ماشي كده؟ في حد ليه سؤال في الجدول ده؟ أنا مش فاهمة بتاعت اللي هي الآر والـ اللي هي الباي دي؟ أيوة السي ودي. ماشي، هو بيقول لي لو أنا عندي سيركل، السيركل دي لو انا عايز اعرف الريشيو بتوين الديامتر اللي هو مرسوم في النص ده واللينث بتاع الاوتر لاين ده، مثلا طوله مثلا 2 وده اللي بره دوت كام؟ قال ايه مثلا 6.28. ماشي، بيقول لي ال الريشيو ما بينهم كأن ما تقول 2 divided 6.28 اللي هي 1 2 3.14، وانا عارف ال 3.14 دي اللي هي مين؟ باي، اللي انا خدتها قبل كده السنه اللي فاتت، يبقى 1 2 باي. ماشي؟ طيب لو هو radius، الradius اللي هو ده بس الجزء اللي الناحيه دي بس، لا الراديوس ده نص الديامتر، يبقى لازم اقول ايه؟ 1 2 2 باي، لازم هنا اعمل ملتبلاي 2. ما دام قال لي راديوس اقولها 1 2 2 باي، لو قال لي ديامتر يبقى 1 2 باي، وفي الاغلب هي بتتحفظ كده يعني. ماشي؟ ماشي ماشي. ده كان آخر حاجة في الدرس الأولاني، المفروض بعد كده نحل الإكسرسايز، نحلهم بالترتيب، يزيد، بعدين مريم خالد، بعدين مريم أسامة. يزيد جاهز؟
ماشي. بيقول لي 2 ده بيسموه الفيرست. ما انت كده مش جاهز. طيب مريم خالد، ال 2 ده الفيرست تيرم بيسموه الفيرست تيرم، وال 3 السكند تيرم. يبقى اكتبها ازاي لو انا عايز اكتبها في شكل فراكشن او في شكل ريشيو؟ 2 اوفر 3. صح، ممتاز. طيب مريم اسامه، 3 مستر معلش اصل انا طلعت بره حصه بالغلط. ولا يهمك يا حبيبي. طيب شوف مريم اسامه هتحل دي ازاي. 3 فيرست تيرم 7 سكند تيرم، هكتبها ازاي؟ 3 اوفر 7. كم؟ 3 اوفر 7. صح. او ممكن اكتبها في شكل الريشيو العادي اللي هو ايه؟ 3 2 7. لا بقول عليها 2، النقطتين اللي في بعض دول اسمهم 2. 3 2 7. 3 2 7. ماشي ممتاز. يلا يا زي. اوكي. الفيرست فيرست ترم. ايوه حط الفور اول حاجه. ماشي صح. والفايف سكند. ماشي الفايف سكند. اوكي هنكتب بقى في هناك، هنكتب 4 2 5. ماشي برافو عليك. اللي بعد كده مريم خالد، ايه انا مش فاهمه ليه كتبنا 4 5 بعدين هما كانوا كاتبين 4 واحنا كتبنا مستر. هو احنا المفروض هنا المفروض اكتبها كده 4 2 5. معلش 4 2 5. ماشي دلوقتي هنكتب 8. ماشي وبعدين 7. تمام وبعدين 8 اوفر 7. ممتاز صح. مريم أسامة، the number of triangle 2 the number of square 3 over 4. صح. 3 to 4. very good. اللي بعد يزيد، the number of squares 2 the number of triangles 4 over 4 over 3. 4 over 3. ماشي صح. يبقى الترتيب هنا مهم. او 4 2 3. ممتاز. مريم خالد، نعم ويس هتبقى هنكتب the number of square 4 over 7. 4 over 7 ليه؟ لانه قال لنا all the number of all the shapes يعني كل ارقام ال triangle of the square and the triangle. ماشي كده. تشر الكتاب مسح من على الجروب. الكتاب اتمسح؟ كتابة. ماشي. انت تنقلي ولا ايه؟ لا انا مسحتها عشان هنزل تحت افضي مكان. هتوب 4 اوفر 7 وبعدين 4 6. ماشي صح. بعد كده مريم أسامة، the number of all shapes 2 the number of triangle 7 over 3. ممتاز صح. 7 to 3. ماشي very good. ممتازين. يزيد، the number
the numbers of banana to the numbers of orange. Okay, فكده احنا هنكتب 4 over 3 وهنكتب 4 to 3 ماشي. مريم خالد احنا ما حلناش اللي هي دي بتاعت الفور. مريم أسامة حلت. طيب ماشي. The number of apples and a number number of apples is 5 over 4. ماشي مريم أسامة. The number of orange two is the number of all fruits. The number of orange 3. تمام. 12 وحطيت لي كمان واحدة هنا عشان ايه؟ عشان السمبليفاي اعملها بالكالكوليتر. 3 divided 3 divided 3 equal 1 12 divided 3 equal 4 كوارت. Okay, so 1 over 4 or 1 to 4. Yazid? The number of all fruits to the number of banana. Okay, 7. بعدين لتحت 1 to 3. Okay, 13 over 4. هو كل الفروتس 13؟ سوري دي اتش 5 لا كل فرص 12 اوفر 4 12 اوفر 4 equal كام؟ 12 تو قوي اللي هو دوت هيكون 3 اوفر 1 3 over 1 ممتاز صح او 3 to 1 طب لو عملتها الكالكوليتر هتطلع لي 3 ما ينفعش اكتب 3 بس لازم اكتبها ايه 3 to 1 مستر هو وقت الحصه خلص ولا لسه؟ هو باقي له 5 دقايق انتوا زهقتوا نكمل بكره؟ لا انا مش عندي مشكله نكمل اسمه دوت كنت بس البيج دي هي الهوم ورك ماشي اوكي على الجروب ايوه ان شاء الله ابعت لكم على الجروب وانا ما نمبر 10 ولا نمبر كام مستر 9 و 10 و 11 اوكي ماشي ماشي نحاول بقى نجيب لتشوز مريم خالد لا يس the ratio 6 18 and the simplest form equals ثانية one over three. صح برافو عليك مريم وسامة the ratio between the two numbers 16 and 64 equal 16 to 64 16 over 64 يعني equal كام quarter كوارتر صح يزيد نعم مستر question C معنا محمد رز في جريد 6 يا محمد بس هو ده لغات لغات ولا عربي لغات رياضيات لغات
صنع عربي. اه ماشي يا حبيبي. يلا يا زيد، عندي فراكشن اعمله ازاي؟ اوكي دلوقتي 3 over 2 و 7 over 3. اوكي طيب اختار من التشويز مش كده؟ ايوه من التشويز. فاكر كنا بنعملها ازاي؟ لا نعمل كروس. اوكي يعني 2 ديفايد 7 هكون ما فيش حاجه اسمها 2 ديفايد 7 مش كده؟ او ما فيش ملتبلاي دي ليه فيها ملتبلاي؟ اوكي 14 14 و 3 over 3 9 يعني كده المفروض 9 2 3 9 2 14 9 2 14. ايوه مريم خالد اختبار الذاكرة. Circumference of the circle and the length of its diameter. هتبقى one هي اخر واحدة. اخر واحدة 1 تو باي لان في دايمتر وسيركمفرنس بس نقدر نقول ان هو لان الدايمتر بتاخد 1 والريديوس بتاخد 2. ماشي صح بس هو هنا ضحك عليك ليه؟ لانه قال السيركمفرنس في الاول. ماشي ماشي يبقى السيركمفرنس في الاول يبقى هنا الباي وهنا مين الدايمتر هنا الوان يبقى باي تو 1. فهمتها كده؟ ايوه يعني ايوه فهمتها خلاص. ماشي اخر سؤال مريم اسامه. The ratio between the perimeter of any equilateral triangle and its side length is one two three. ماشي كده 2-0 للكتاب. ليه بقى؟ لانه ضحك عليك انت كمان. هو قال البريمتر الاول والسايد هو اللي في الاخر يبقى 3 البريمتر 2 1. ماشي كده فهمتوا اللعبه بتاعته؟ انا ما فهمتش السؤال ايه. The perimeter of equilateral triangle. الترينجل ده هو يا إما 1 to 3 يا إما 3 to 1. لو قال لي perimeter في الأول أحط 3 to 1. لو قال لي السايد في الأول يبقى 1 to 3. ماشي؟ ماشي. ماشي. خلاص كده السيشن خلصت. هبعت لكم الهوم ورك ان شاء الله على الجروب ولينك الحصه دي على اليوتيوب لو انتوا احتجتوا تتفرجوا عليها تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. يلا سلام. والسلام عليكم.